أقسمت وحدات الدعم والإسناد الناري بالتعاون مع سلاح الجو في الجيش السوري سيطرتها على جميع المحاور المؤدية إلى جسر الشغور، وباتت على بعد كيلومترين من المشفى الوطني في المدينة، حيث تحاصر جبهة النصرة أكثر من 250 عسكرياً ومدنياً، من بينهم ضباط كبار وعائلاتهم وموظفون كبار في محافظة إدلب وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لفت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين إرهابي النصرة وجنود الشام من جهة وقوات النظام المتحصنة داخل المبنى من جهة أخرى، عقب تمكن الجبهة وجنود الشام من التقدم والدخول إلى أحد المباني في المشفى، كما قامت بتفجير سيارة مفخخة في محيطه. وقد نفذ الطيران الحربي نحو 22 غارة منذ الصباح على مناطق في محيط المشفى الوطني، وأفاد مصدر عسكري لوكالة سانا أن سلاح الجو دمر تجمعات للتنظيمات الإرهابية في السكرية وكنيسة نخلة وعين السودة وأرتالهم الهاربة على محور جسر الشغور الجنودي في ريف إدلب. وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات نارية مركزة على تجمعات الإرهابيين في غانية وأشتبرق في ريف جسر الشغور، وسيطرت على عدد من النقاط، كما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات المدافعة عن المشفى على عشرات الإرهابيين في محيط المبنى وعند المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة.